هنبعد كتير عن المضمون الفني لانه هنروح كمان لرساله فنيه وفيها عبقريه كمان للانسان المصري على قدر بساطته وبساطه امكانياته، لكن بيحاول يساهم في معركه الوعي بشكل او باخر. هنروح للبلياتشو او المهرج. بلياتشو او المهرج بطل قصتنا اللي جايه، بيستخدم بشكل بسيط وطبعا بقدرته على الاضحاك وقربه دايما من الاطفال، بيستخدم الموهبه دي ان هو يقدر يعمل توعيه بسيطه عن كورونا وازاي الاطفال ممكن يحموا نفسهم من مخاطر الفيروس. هنشوف ازاي في التقرير اللي جاي. اسمي احمد ناصر، طالب في كليه هندسه 22 سنه. هوايتي ان انا احب التمثيل البانتومايم اللي هو التمثيل الصامت، ومؤخرا ابتديت العب الكلاون اللي هو المهرج او البلياتشو. ابتديت افكر ازاي انا اقدر استغل الفن بتاعي في ان انا اوعي بيه الناس، فابتديت افكر في ايه هي ابسط حاجه اللي هي سبل الوقايه بتاعه فيروس كورونا. ابتديت ان انا افكر في ان انا خلاص ممكن اجيب هاند جل، بس قلت ده برضو يعني ده مش كفايه، يعني هو عمل بيه ايده كده وخلاص وبعدين 10 دقايق ونسيني اساسا وماشي، فقلت ممكن احط الكمامه ودي تبقى مؤثرة أكتر، وإن هو يحس بمدى الخطورة بتاعة الموضوع، وإنه أنا نزله المرة دي في الشكل ده مش نزله إن أنا نلعب ونتنطط ونعمل عروض، لا بالعكس ده أنا نازل بقوله رسالة مهمة جدا. الجملة لو اتقالت غلط قدام الطفل خلاص هي اتسجلت عنده، أنت ما تقدرش تغيرها أو تمسحها. ابتديت ان انا اخد المعلومات من السورس نفسه، من منظمه الصحه العالميه ووزاره الصحه المصريه، هم يعني هم انسب جهتين ان انا اخد منهم معلومات، ده مش وقت ان انا اخد معلومات من على النت وانقلها بشكل غلط. الافعال منهم يعني كان في ناس بتسمع الكلام اللي هو جواه طبعا حد كويس وجميل وطفل مسالم، وفي حد طبعا اللي هو بيقول لي لا يا عم خليها على الله. فطبعا خليها على الله ديت كانت جمله استوقفتني جدا، يعني حسيت انه في راجل كبير هو اللي بيكلمني لما بيقول لي يعني بيقول لي خليها على الله، فاستغربت شويه. فابتديت اعرفه انه يعني طبعا هي كل حاجه على الله طبعا، بس لازم نعمل حسابنا في ان ده مرض مش كويس. خلي بالكم انه ده فيروس منتشر دلوقتي، مش عندنا احنا بس، ده في العالم كله. كمان نخلي بالنا من اننا نغسل ايدينا كل شويه بالميه والصابون، نحافظ على الارشادات اللي دايما بتتقال في التلفزيون، نحافظ دايما على نزولنا، ما نبقاش نزولنا لمجرد ان احنا نازلين نلعب كوره او نازلين نلعب قدام البيت. طبعا بنوجه له التحية أحمد، شكرا جزيلا. هو أصلا كمان فنان بانتومايم وكان بيوزع كمان هدايا الحقيقة من جيبه الخاص على الأطفال، سواء كمامات سواء بعض الألعاب، في محاولة كمان للتسريع عنهم في أثناء أزمة كورونا، وبينزل بنفسه الأحياء الشعبية وكده. احنا بنشكره شكرا جزيلا، وبالتأكيد كل مجهود للتوعية مرحب بيه.